رجعنا مكملين حلقتنا لليوم، ولكن مع ضيفتنا في الاستديو من المملكة العربية السعودية. تغيب فترة وترجع، ولكن السبب يقولون عادة ان الكسل هو اللي قاعد يخليها تغيب عن الساحة الفنية وترجع، ولكن قدرت خلال فترة بسيطة ان تترك اثر في هذا المجال وتكون متميزة في ادوارها. معانا فنانتنا بدور عبد الله، حياك الله. الله يحييك واهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. وانا كثير مستانسة اني اليوم معاكم هنا من خلال شاشة الراي. احنا كثير ويعطيكم العافية. الله الله يعافيك ومنورتنا اكيد اليوم بدور. شو رايك نبتدي حوارنا في التصريح اللي قلتي ان سبب ابتعادك عن الدراما هو كسل منك، صحيح او تقصير منك؟ شوفي انا طبيعتي، انا شوي بتوتية، انطوائية لحد ما بعض الاحيان، يمكن دماغي شوي مركب غلط. فاحب اكون دايم شوي بعيد عن العالم. كنت يعني قبل يمكن من 3 سنوات الاخيره غيرت شوي، من بعد 2013 ريحت عن الفن شوي، وخرت لاني انا كنت انا محتاجه هذا الشيء، ورحت كملت دراستي. طبعا اضطريت اني اعيد الثانويه بالكويت وما ادري شنو عشان اسوي اشياء كثيره. نعد عليها فترة طويلة الشهادة. إيه كانت شهادتي قديمة، فدرست الحين قاعدة أدرس قانون في كلية القانون الدولية، فعشان كذا أنا شوي بعدت، وبالإضافة إني أنا كسولة ما أقدر أجمع بين دراسة وبين عمل وبين مثلا ظهور إعلامي وفي نفس الوقت، فهذه على صح بلين كذابه. حلو ان الشخص بدور انه يركز على شغله واحده ما يركز على كذا شغله في حياته، لانه يعني مثل ما يقولون صاحب بالين ممكن يكون كذاب انه يركز على اكثر من شغله في حياته. ولكن تو قلتي انت رحت درستي حقوق وكملتي الثانويه، شنو يربط ما بين مجال الحقوق ومجال الفن؟ احس يعني كل واحد صوب. شوف انا الفتره الاخيره بعد ما يعني تركت شوي التمثيل ورحت للتقديم، كان خاطري انه اكون هذا التقديم يكون له قاعده ثقافيه اكثر. يعني أنا صراحة أحب الحقوق وأحب القانون بطبيعتي أنا، فحبيت أني أدرسه وأتخصص فيه وأدعم فيه برضو الإعلام. يعني ممكن يكون عندي مثلا يوم من الأيام شيء طموحي مثلا أن يكون عندي مثلا برنامج حقوقي يتكلم عن حقوق العالم كلها بصفة عامة بأشكال، يعني عن الجرائم، عن يعني شوف إحنا بمجتمعاتنا العربية يعني خصوصا بالخليج إحنا محتاجين ثقافة حقوقية أكثر لكل افراد المجتمع سواء رجال او نساء او غيره، قانونيه بشكل عام. هذا هو. فحلو انه انا لما اوكي بدخل برنامج زي كذا او مثل ما قلنا انه نفسي اسوي هذا الشيء، فلما اكون انا متخصصه في القانون وادرس قانون وادعمه باني انا برضو في الاعلام الحمد لله ماشيه شوط حلو، ونعرفت اعلاميا وتدربت اعلاميا اكثر، فهذا انا حطيت انه هذا شيء ممكن يكملون شيء. يعني إيه؟ ممكن انهم يكملون بعض التخصصين. طيب بدور، يعني الغالب ساعات لما نشوفك في المسلسلات دائما ما تكون عندك ادوار قد تكون قصيره، او ممكن انها هي تشكل ساعات نقله، او ممكن انها هي تشكل نقله في المسلسل، لكن ليش دائما تنتقين هذه الادوار اللي تكون قصيره؟ شوفي اللي يقول لك الفنان ينتقي حاليا في الوضع اللي احنا فيه كذاب. احنا يفرض علينا هذا التصريح، بس خيار منك، خيار لك انت بالنهايه. لا انه اوكي خلاص انت يحطك بين، يعني يقول لك عندي 3 ادوار انا اشوفها سواء مخرج او منتج اشوف انك مناسب في ال3 ادوار واختار واحده منهم. اوقات يحطونك في هالخانه صح، وانت تكوني مضطره ودش ان انت تشتغلي، وانا وانت تكوني نفسك تشتغل ونفسك تسوي شيء جديد او نفسك تصلح شغله صح. واوقات انا اكون انقي بين 3 ادوار اشوف شنو الشخصيه اللي ممكن انا ما سويتها كررتها واشتغلها، وفي اوقات لا انا يفرض علي، في فتره من الفترات انا فرض علي كثير شخصيه البنت الخجوله، البنت الجامعيه اللي ما ادري انطوائيه، ويتفرضوا علي مع انه انا بطبيعتي يعني انا كثير جريئه وكثير هايبر بعض الاحيان، بس الناس انه خلاص مسكت علي هذه الشخصيه فصاروا يشوفوني المخرجين بهذه الشخصيه، صار خلاص اوكي بدور نحط لها شخصيه نشوفها مناسبه. وليش ما انت بعد فتره اخترتي دور ممكن هو يغير هذه النظره اللي ممكن هي تكون عندهم؟ صعب انا بروحي اختار، يعني انا ودي اسوي اشياء كثيره، وانا سويت عمل وللحين ما انعرض وشخصيه كثير مختلفه ولسه ما انعرض، وراح تكون صدمه للعالم كانت فعلا يعني هذه الشخصيه غريبه علي، يعني ان شاء الله تنعرض وتكون شيء جديد يعني. وهو انا اقول لك شغله، احنا ما نقدر نفرض، انا مثلا بدور اقول لا انا ابغى الشخصية الفلانية أبغى ما أدري إيش، في يكون كاست كامل ويكون نقاش ويكون ترشيح، توافقين ما توافقين، في شغلات زي كذا.
زين، هل تشوفين من كلامك انه يعني هو السؤال اثارته ولا مسالتك ان نجاح الفنانه نفسها من ما يسمى الجروبات، انه لازم تكونين بالجروب الفلاني عشان تنجحين في الساحه الفنيه؟ في الفترة الحالية ايه؟ في الفترة الحالية ايه؟ وينك عن الجروبات؟ ليش مو متواجده؟ انا ما انا اوريدي يعني بالوسط الفني طول عمري، يعني لا عمره كان عندي عدو ولا عمري صديق، يعني ليه كلهم اصحابي واصدقائي وزملائي واحترمهم واقدرهم وهم فعلا يحترموني ويقدروني، عمر ما حد غلط علي، عمر ما حد يعني اذاني الحمد لله يعني. فانا ماني قريبه من الجروبات هذه والشله اللي هي هذه بينهم، يعني هي يبي لها مجابل ما صراحه. حاولت تقربين وانا لنا؟ نرجع للنقطه الاساسيه اللي هي انا كسوله. يبي لها مجابل انه نجتمع نقعد نروح نجي، اسوي كسل يعني، ما له داعي بعد قلت يعني ايش ما حاولت نرجع. تقربين لان لا صرحت وبعدين انا البنتين. كمان يوم دخلت برضو الجامعه ودراستي وهذا اخذت مني كثير وقت، صحيح اخذت مني تركيز كثير. صحيح، مع ان مع العلم يعني بدور لو نرجع مره ثانيه للدراما الكويتيه في اول ايامها، اذا خلينا نتكلم يعني في الغالب ما كنا نلقى دويتات ما بين فنانين كبار، يعني الفنان عبد الحسين عبد الرضا، الفنانه سعاد عبد الله دائما نلقاهم مع بعض في السكتشات، يعني ما شكل هذا الموضوع عائق انهم يوصلون وينجحون، فش اللي يخليهم هالفتره هذا ممكن انه هو يكون شيء سلبي على الفنان مو شيء ايجابي؟ هي مش سلبية، أنا صراحة أتمنى إني ألقى واحدة كذا تصير مثلا دوتو. دويتو، يعني تصير محظوظة مبروكة مرة ثانية. والله العظيم ما في، يعني ما عاد صار في نفس اللي كانوا أول. أول كانوا اللي يحبون بعض أكثر صراحة، خلينا نكون صريحين، يحبون بعض ويحبون الخير لبعض ويتمنون لبعض الخير. ويعني في كانوا، أنا سمعت إنه الفنان إذا جاء دور وشاف نفسه مو مناسب لا رشح زميله. صحيح. إحنا الحين لا، حتى لو زميله مناسب قال لا انا ابغاه، صحيح، فقاعدين يخربون الأنانية على اللي بعض ممكن تكون صراحه. موجودة. ايه، وبالنسبه للشلليه وهذه هي حلوه من ناحيه انه يحبون بعض جروب. شوف اي عمل سواء مسرح برنامج مسلسل، اذا ما انت تشتغل بين جروب انت تحبه صح لا يمكن تنجز. طبعا. انا مريت علي، يعني مثلت، صرت مسرح، مثلت مسلسلات، برامج، في اوقات في بعض الاعمال دخلت في جروبات ما كنا على قلب واحد، فما كنت طول ما التصوير تقدرين انا تعطين من متنشنه. قلبك او تنجزين. ايه طول التصوير انا متنشنه، يلا بس يا ربي متى يخلص، او اخلص مشهدي واروح اقعد بسيارتي صحيح. بعيد عن العالم وكلهم يعرفون عني هذا الشيء. بس لما يكون الجروب انا احبه طبعا راح تعطين من كنت نفسك. اخذهم من الاستوديو او مكان، روح البيت نكمل القعده عندي كذي، يعني تحب المكان، يعني تحب العمل. صحيح. فهذا هو الشيء، انه محتاجين نحب بعض، حبوا بعض. كلامك صحيح بدور، لكن ما ننكر ان هناك في كثير من الفنانين يحبون يرشحون حق بعض الادوار، وفي الموجود اللي قاعد تكلمين عنه قبل، ولكن قليل. نتمنى ان يكون هذا الموجود اكثر في الساحه إن شاء الفنيه. الله. ولكن هل تشوفين ان هناك في علاقه ما بين جمال الفنانه والادوار اللي تنعرض عليها؟ طبعا أكيد، طبعا أكيد، يعني الجمال له دور سواء في الخليج ولا برا اساسي الخليج، ولا مش اساسي بس له دور. يعني في ادوار تكون مثلا دور بنت جميله، تجيب لي واحده مو جميله مثلا ما يصير هل من صراحه. كلامك يعني اسمع ان هل لازم الفنانه تكون جميله عشان تقدر تمثل؟ في فنانات مو جميلات وانا اولهم، انا لا ما اعتبر جميله. بالعكس، لا انا ما اعتبر جميله يعني، صح انه لا في بس مقبوله على الشاشه. انا اقصد مثلا كانت فنانه مثلا مو جميله ولا مثلا تعرف تلبس، هل ممكن ما تنجح في المساحه الفنيه؟ ما ادري يعني، ما عمري شفتها كذا انا، بس في اوقات انه مثلا اوكي يكون في يعني ادوار محتاجه بنت كيوت، بنت جميله، هو يعتمد على الدور مو سبحان على الله ترى طبيعي. وانت تقرا تقول الله، اوقات حتى انا اقرا مسلسل اقول انا اشوف فلانه لو تسوي هذا الدور، يعني مع اني مالي شغل انا في الموضوع مثلا. على هذا الموضوع يمكن سالته حق فنانات قبل كانوا معنا ضيوف، ولكن طلع بالي بسالك اياه. ليش الحين قاعد اشوف في الفتره الاخيره مسلسلات وايد الفنانه قاعده تهتم بلبسها ومكياجها وشعرها اكثر من الدور؟ ما نقول كل، الاغلب. انا ما اقدر اقيم، انا مو موقف اقيم لا احد مو الحين. تقييمك، رايك في هذا الموضوع. انا رايي انه اوكي يمكن الشخصيه محتاجه هذا الشيء، ترى في اوقات تكون مثلا شخصيه بنت غنيه وبنت مثلا عز وبنعمه وبخير وهذا، وكل اللي احنا نشوف الحمد لله، احنا يا رب لك الحمد لا انا بخير قلت شيء وبنعمه. بدور مثلا في هوليوود ما اغلب فنانات هوليوود ما تلقينهم مثلا يهتمون ان تجاعيدهم لازم ما تطلع ما تبين، مو قصدي كتمثيل، قصدي كحياتهم اليوميه. تلقينهم يطلعون في بدون ميك اب في الادوار. احنا حتى عندنا في مسلسلاتنا
الممثله مثلا في غيبوبه ميك اب مثلا، او فقيره في اشياء ما فيها مصداقيه في هذه الامور، يعني الامور نفس هذه اللي تكون نظرتها أنا مختلفه. انا مثلا كثير مثلت من غير مكياج في مسلسلات كثيره، من اول حلقه لاخر حلقه بدون مكياج، مو ضروري، هي على حسب الشخصيه. وفي بعض الناس يعني يمكن في، انا ما اقدر ادخل في نفوس الناس هذه طبعا، كل واحده تختلف شخصيتها على الثانيه. مثلا انا مثلا شخصيتي ما احب نفسي في المكياج، احب نفسي بدون مكياج، مع انه اوكي طالعت لي الحين تجاعيد، في تصبغات في بشرتي سايره، متغيره بشرتي اوكي، بس برضو اني انا ما احب نفسي بمكياج. مثلا في غيري صحيح. لا، ما تحب نفسها بدون مكياج. صحيح. يعني في ناس حتى احنا نشوف في حياتنا العاديه، لا نقول بس الفنانات طبعا ولا نقول طبعا، انه لا طبعا اكيد. في حياتنا العاديه، تمشي في الشارع تشوفين حريم فول ميك اب، في الافلوس الحين تخشين او بعزه، تحسي بعزه نفسك بعزه يعني يلا، قام اقلها، يتنتجون وصار المكياج ويتباع في بالسوالف. الانستغرام ويسوقون له الحين مكياج العزه. صحيح. انا الحمد لله ما احب اروح عزا الحمد لله، فعشان كذا دائما كل الناس يعذروني في الموضوع. فاذا هو الموضوع مش نقول بس الفنانه، الفنانه قاعده تواكب الوضع اللي احنا فيه الحين، ما تقدر هي تكون مختلفه. لا هني بس تصير في نظرة للمخرج، للدور اللي هي قاعدة تقدمه، الكاتب يعني وايد ناس حتى ما الناس. تدري. واتوقع الحين اذا بنتكلم الحين مثلا عن السوشيال ميديا، صار في اكونتات تتصيد الادوار او تتصيد الاخطاء الاخراجيه الغلط اللي تكون في المسلسل. الهدف منها مو بس ان احنا قاعد نصيد وها انتوا سويتوا شيء غلط، الهدف منها انه يصير في تطوير للدراما الكويتيه والخليجيه، صحيح. علشان المخرج يتفادى اذا الغلطه مو من الممثلين. الفنانه لوحدها، صح، ما نقدر هو نلوم غلطه الفنان في لها جوانب كثيره يعني. الغلطه مو من الفنانه لوحدها، في توجيه من مخرج، في توجيه من كاتب، في توجيه من كاست كامل. يعني صحيح. غلطتي مش غلطتي، غلطة راكور انا ايش ذنبي؟ انا في مساعد مخرج يسالني يقول لي عن راكوري مثلا، صحيح. في مكياج تشوفه اوفر، في مخرج ورا المونيتور قاعد ورا الكاميرا ممكن يقول لي تعالي على جنب، او حتى صحيح. علني ترى مكياجك زياده عن اللزوم. صحيح. صح ولا لا؟ اذا مو غلطه الفنانه، لا نقعد نقول انه هي وبهذا الفنانه احنا ما لوحدها نختلف بس. اكيد، لا بس احنا لما تحاول نقول انت كونك فنانه، فيعني اني برايك انا اللي شوف بالذات من تشوفينه. المكياج والاشياء هذه، انا لا احد يسالني لاني ما افهم فيها، وزي انا اليوم حطوا لي مكياج حسيت نفسي حطوا لي وجه ثاني. لا فهمت بالله واحده عليك. بنفسي. لا الله يوفقك يا رب في هذا امين يا رب. المجال، تسلم. وبالعكس انسانه جميله من داخل ومن الخارج، والله تسلم يوفقك في هذا. راح تسلم. نكلمك في باب ثاني، راح اسكر باب المكياج، اوكي. ولكن فاصل صغير ورادين. وما زلنا مستمرين في حوارنا مع ضيفتنا الفنانة الجميلة بدور عبد الله. بدور، يمكن قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن أسباب اللي خلتش تبتعدين شوي عن الدراما، عن التمثيل وغيرها. خلينا نتكلم الحين عن مجال آخر وتجربة أخرى خضتيها، وهي التقديم. أو شيء، شلون شفتي هذه التجربة وليش ما استمريتي فيها؟ شوفي التقديم أنا بالنسبة لي كثير حبيته، كثير كثير فوق ما تتوقعين يعني، ونفسي ارجع له اليوم قبل بكره، واتمنى صدق يجيني برنامج اليوم قبل بكره. بشوي خليش انت تختمين، ايش رايك؟ زين، وش رايك حتى لو يقولوا لي ببلاش اقول لهم اوكي ما عندي مشكله من كثر ما انا احبه. وبعدين التقديم كثير قربني للناس. انا في فتره يمكن مثلت مثلا 7 سنين او 8 سنين، بعدين قدمت فالناس اكتشفت بدور الحقيقيه يعني. حتى لما قدمت بلهجتي السعوديه طبيعيه نفس ما الحين انا اتكلم، لما غير لما اكون امثل، ولما امثل اكون انا بشخصيه اخرى يعني. صحيح. في شخصيات انا كنت اضطر اني اروح لدكتور نفسي عشان اطلع منها أوه. جد يعني، زي بس لما اكون انا اقدم انا بدور، انا هذا اسلوبي، هذا كلامي، هذا اللي اسولف معاكم، انا امزح، انا اضحك، كذي كنت في البرنامج. وكان برنامجنا ظله خفيف اصلا كمان يعني، كان في انه يعني كان معي الله يذكره بالخير نواف القطان حبيبي، واحب اوجه له تحيه من هنا، وفوز الشطي كمان برضو كثير وحشتني واوجه لها تحيه من خلالكم، كثير كثير وحشيني. زين، فكان جروبنا حلو، البرنامج كله هادي كذي، تحسي نفسك في البيت اوكي، ونسولف ونمزح، فهذا اللي حبيته في البرنامج. يمكن حتى الناس ما عرفوا بدور فعليا الا من هذا البرنامج. وليش ما استمريتي؟ هو صار في، مو في البرنامج، في التقديم بشكل عام، ما جاني عرض ثاني صراحه افضل من اللي كان موجود. وبعدين انا كمان برضو قلت لك اني انا بعدت شوي، رحت اتجهت لدراستي، فكانت العروض عندي تقل 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 تقل. يعني اكثر من سبب اي اللي خلاك تنسي عن التقديم؟ هذا هو يعني، كانت دراستي ورجعتي هذه للدراسه، وفي نفس الوقت العروض، العروض ما قاعده تجيني يعني، ما قاعد يجيني برنامج يرضي غروري صراحه، والله هي كلمه كبيره علي. اوكي. يعني نفس البرنامج كذا يرضي يعني احبه.
عشان اقدر اعطي فيه. ان شاء الله تلاقينا وتقدمينا ان شاء الله برنامج جديد ونشوفك في ساحه التقديم. بفتح باب ثاني. الباب يقول ليش قاعد وايد بيبان عندك انت ما شاء الله عليك. ما انا معنا فنانه لازم مقاول مره واحده اسرار. يلا الباب يقول ليش قاعد اشوف الفتره الاخيره الفنان جاي اذا كان مغني راح صار ممثل، ترك تمثيل راح صار مغني، هدت الغناء راح صار مقدم في برنامج، فقاعد نشوف ما ندري هو شنو هويته. انت ممثل، انت شنو بالضبط؟ شوف انا قبل شوي قلت لك الكلام انه احنا في الخليج او الدول العربيه بصفه عامه قاعدين نفتقر للاختصاص. ما عندنا اختصاص، ما عاد في احد يقول انا متخصص كذا، انا مخرج، انا منتج، انا فنان، انا مذيع. صرنا كله بتاع كله. خلاص انا اوكي قدرت امثل اقدر اقدم، اوكي نرضى بشغلتين. انا عني اشوف انه الفنان يسوي شغلتين حلو، بس لا يمثل ويقدم ويغني ويكتب ويحب الجديده يصير مشهور بالسوشيال ميديا. اوكي ممكن يحول فاشينيستا وبعدين فهمت يعني. لا انه خلاص يا بابا تخصص في شغله عشان تقدر تبدع، عشان تقدر تعطي. وهذه مشكلتنا احنا كلها، حتى ترى مو بس بالفن، كل المجالات اللي احنا نشتغل فيها. يمكن هذا سبب تاخرنا ورجوعنا وراء سنين، ما عندنا احد متخصص. صحيح، بس ما تشوفي ان المحاولات ممكن ان هي تكون في صالح الفنان نفسه، لانه مثلا يجرب في اكثر من مجال لمن يعرف هو وين قادر انه هو يكون متمكن وناجح، فبالتالي مثل ما احنا نقول خلاص تضرب معاه مثلا في التقديم. هو لو يوقف تضرب معاه على شغله يوقف عليه ما عندنا مشكله، بس لا يقعد بعدين يقعد يجرب مره ثانيه. خلاص اوكي في فنانين كانوا مذيعين صاروا فنانين يمثلوا، لقوا نفسهم بالتمثيل افضل، خلاص صاروا يمثلون يعني خلصنا. في ناس صاروا مثلا يمثلون كانوا بعدين صاروا يغنون خلاص. يعني وين يلقى نفسه افضل يروح. يعني مثلا انا كنت امثل، انا للحين اشوف نفسي اني كمذيعه او في برامج، وكمان برامج حواريه وكذي يعني مو حتى اخبار. وهذا اخترت مثلا انه اوكي انا اشوف انه افضل، ولو جتني عروض اكثر واترك التمثيل انا اترك التمثيل مقابل اني اكون مقدمه برامج. شنو البرامج تطمحين لها؟ ابي شيء نفس ستايل البرنامج اللي كنت اسويه يعني حياتي انا. يعني برنامج مثل برنامج تراكم شباب. ايه حلو، خلينا نبطل باب ثاني. يلا بطل جاهزه حق الباب. هذا ثالث باب يمكن. يلا باقي الدور الثاني عشان نخلص البيت كامل. اوكي ويصير عندها برنامج بالنهايه. الباب يقول السوشيال ميديا، يمكن تذكرتي وصرحتي انه ما عندك انستغرام ولكن تستخدمين السناب شات والتويتر شويه ولكن هم برايفت. ف شنو قصة السوشيال ميديا معك؟ شوف أنا كان عندي إنستغرام وكان عندي التويتر والسناب. الإنستغرام كثير سبب لي أزمة. مشكلتنا في ناس يعني إيش أقول لك، كل من شرى له خط إنترنت وجهاز آيفون صار ناقد على راسي. طب أنا إيش ذنبي؟ فأنا في أوقات تعرف إحنا يجيك مثلاً كومنت بالمئات، فهم ديك أنت تقرأ هذا الكومنت كامل مثلاً أنت نايم. تصحى بعد يومين ثلاث ايام وانت قاعد تفطر كذا تلقى يعني كومنتات تخرع يعني، وقذف وسب يعني انا قاعد اشوف انه السوشيال ميديا اعطت للنفوس الضعيفه، الناس المريضه نفسيا اللي عندها حقد داخلي، عندها اعطته مجال يفرغ هالطاقه. فمين يفرغها؟ في الفنانين او في الناس. طيب اوكي يا بابا انت من حقك تفرغ طاقتك، من حقك تقول اللي تبغى. زين يا اخي حواليك اهلك، روح فرغ طاقتك فيهم، مو تجي احنا علينا احنا وتطخ طخ 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 طخ. طب احنا ورانا عيال ورانا بيوت ورانا اهل. لو انا اوقات اولادي كانوا يقولوا لي امي دشي شوف الكومنت الفلاني، يعني كانوا هم يتضايقون اكثر مني صدق. يعني حرام يعني القذف السب التدخل في اعراض الناس. فانا ايش سويت؟ قفلت هذا الباب بالنسبه للانستغرام. لتويتر خليته برايفت لاني كثير انا استخدمه واشوف الاوضاع السياسيه والاوضاع الامنيه والاوضاع الدنيا والعالم اشوفه من خلال التويتر، لاني ما قعدت كثير قدام التلفزيون واشوف اخبار. السناب صار برضو انه الناس القريبين مني اوقات افتحه عام، بس الاغلب انه على الخاص يعني. صحيح. فماني مضطر اني اسمع واقرا الانتقادات اللي قاعده تصير. الحين قاعدين يقولوا لي انه الانستغرام صار فيه مثلا تتحكمي في الكومنت، انه ما تخلين احد يقدر يقول لك اي شيء. صحيح.
فاحتمال اني اسوي واحد جديد. طيب بدور يمكن قعدتي فتره طويله يعني بعيده عن الدراما، فاكيد انت حاطه خطه للايام الجايه وعارفه انت شنو راح تسوين في الايام الجايه، شو راح تكون خطتك في المستقبل؟ والله ان شاء الله يا ربي يعني اذا الله وفقنا ان شاء الله. مبدئيا العروض اللي قاعده تجيني للحين كلنا يعني تقريبا حدود 4 عروض لسه، احنا لسه في طاوله الحوار يعني، في لسه ما اخذت القرارات فيها. هل الادوار مختلفه عن اللي قدمتيه في كثير السابق؟ كثير كثير مختلفه كثير، يعني مسلسلات مختلفه، طبيعه مختلفه، كل شيء مختلف، وحتى ما احتمال ما تكون كلها بالكويت، في 2 بالكويت في 2 برا الكويت، ف كثير مختلفه الامور. ان شاء الله الله يوفقنا وتشوفونا، ان شاء يعني الله اذا في يعني شيء هو كله بالاول والاخير كله بيد الله، وهذه ارزاق وحظوظ، والله يكتب اللي في الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كلمه اخيره حابه تختمين فيها هذا اللقاء ونقول هذا اخر باب نسكره باب البيت ونسلمك المفتاح. يلا. احب اقول شكرا لكم، وانا كثير احبكم واحب الكويت، واقول ان شاء الله يا رب هالسنه تكون افضل علينا وعلى العالم كله ان شاء الله، ويعم الامن والامان على الوطن العربي كله يا رب. وبمناسبة الأعياد الوطنية بالكويت أقول لك كل عام وأنتم بخير يا الكويت، وإن شاء الله الله يديم عزك علينا يا رب. وأنتم برضو شكرا لكم، شكرا لتلفزيون الراي، شكرا لرأيكم شباب، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب يكون الكل استمتع بهاللقاء ويكون خفيف وظريف على القلوب. حبيبتي نورتينا اكيد اليوم. سلام. الفنانه الجميله السعوديه بدور عبد الله، عسى الله يوفقك ان شاء الله من خلال الاعمال القادمه، مجال التمثيل والتقديم او حتى في دراستك القانونيه، عسى الله يوفقك ان شاء الله. امين يا رب. شكرا لك. موفقه، كل التوفيق يا رب لك. وكانت هذه حلقتنا لليوم، نتمنى انكم استمتعتوا معنا، استمتعوا بالويكند، مع السلامه.